ومع بداية المباراة لاحظ المتابعون شيئا غريبا جدا. رشوان كان في الالتحام مع خصمه لا يضربه في رجله، وذلك عجيب في لعبة الجودو، فخسر كذا نقطة. وهنا سمع العالم كله صراخ مدرب رشوان وهو يقول له: اضربه في رجله الشمال، اضربه في رجله الشمال، وهات الذهب لمصر. لكن كانت إجابة رشوان أنه رفض ولم يحاول حتى أن يحرز نقطة بهذه الطريقة، وفازت اليابان بالذهبية وفازت مصر بالفضة. طبعا نحن كجمهور كنا في غاية الحزن على ضياع الذهب، وغير مفهوم لنا لماذا رشوان لم يلعب بقوة وكان متراخيا ورفض تنفيذ تعليمات مدربه. وسرعان ما أقيم المؤتمر الصحفي ووقف صحفي أجنبي يسأل محمد رشوان: لماذا لم تنفذ تعليمات مدربك؟ فرد رشوان: وصلتني معلومة مؤكدة أن البطل الياباني مصاب بقطع في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، وأن أي ركلة قوية فيها يمكن أن تدمرها تماما، ولكنه أخفى الخبر وقرر اللعب والتضحية لأنه يمثل وطنه. وهنا سأله نفس الصحفي: ولكنها كانت فرصة عظيمة وكان أولى أنك تفوز، لماذا لم تستغل الفرصة وتحقق الذهب لبلدك؟ وهنا كان الرد التاريخي لمحمد رشوان: ديني يمنعني أن أضرب مصابا وأهدد مستقبله من أجل ميدالية. في هذه اللحظة وقف الجميع يصفقون طويلا للبطل الإسكندراني المسلم، وبعدها كرمتك اليونسكو على تلك الأخلاق العظيمة واختيرك صاحب أفضل أخلاق رياضية بالعالم، ومنحته اللجنة المنظمة ميدالية ذهبية فخرية لكونه يستحقها فعلا، وذاع صيته في العالم كله، وكرمه اليابانيون بشكل خاص واستقبلوه في زيارته بعد ذلك اليابان كملك متوج. وبعدها بدأ الملايين يبحثون عن هذا الدين العظيم الذي يأمر من يعتنقه بتلك الأخلاق الكريمة، وتشير البيانات والإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 50,000 شخص حول العالم أعلنوا إسلامهم بسبب هذا الموقف، ومن ضمن من أعلنوا إسلامهم كانت ريكو، تلك الفتاة اليابانية التي أحبته وأحبها وتزوج بالفعل لتنجب له علي وعمر وعلياء، ويعيش جميعا بالإسكندرية بعد أن أصبح فيما بعد حكما دوليا مرموقا وعضوا في الاتحاد العالمي للعبة ورجل أعمال إسكندراني. ربما لو كان رشوان قد فاز بالذهب لما كان حصل على نصف ما ناله من تكريم وتقدير وحب في قلوب العالم. إنها الأخلاق يا سادة، فالدين معاملة قبل أن يكون عبادات، الدين حسن خلق، والرحمة أصل الدعوة كما يذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. قصة